السلام عليكم. هذه الرساله هذه مباشره لمجلس جماعه الناظور، اكيد بانني راني في وسط المدينه على الطريق الرئيسيه ازغنغان الناظور، وبالضبط بحي ولاد ميمون. حي ولاد ميمون حي راقي، الحي كبير بزاف، الساكنه فيها نسبه المصوتين في المجلس جماعة الناظور كبيرة بزاف، لكن ولاد ميمون هو هذا. ولاد ميمون هاد الزنقة هادي في الوقت اللي مجموعة من الأزقة صوبوهم، وفي الوقت اللي مجموعة من الأزقة اللي قريبة للمرشحين عدلوهم، في الوقت اللي الاشغال كتمشى بالمحسوبيه والزبونيه، حي ولاد ميمون اكبر الاحياء اللي كاينه في مدينه الناظور في جامعه الناظور، كلشي محفر، وتقريبا لمده سنه او يزيد عايشين في هذه الكارثه وهاد الحاله. ما غاديش نهضر على براقه، وما غاديش نهضر على احياء اللي هي هامشيه، كنهضر على حي ولاد ميمون. وكيف ما شفتوا راه قريب بزاف للمركز الصحي، المركز الصحي ديال براقة. شوفوا الكارثة العظمى، أزيد من عامين وهاد الأزقة هادو ملونين، ومجلس جماعة الناظور ما سايق خبار، والجماعة كتخدم المصالح ديالها فقط، الساكنة ما كايناش. سؤال كنطرحوه وانتم على ابواب الانتخابات، واكيد بانه تتهافتون باش تنالوا التزكيه ولا الاصوات للمواطنين، كنشوفوا لهاد الناس اللي كيترشحوا وكيمثلوا الناس في مجلس جماعه الناظور، كنقولوا لهم راه الخدمات ديال المواطنين ولا الصلاحيات ديال مجلس جماعه الناظور راه هي انك تصوب زنقه، هي انك تزفت واحد المورسو ديال 100 متر. الصلاحيات اللي عندك في جماعة الناظور هي أنك تراقب الأشغال ديال لونيب، تراقب الأشغال ديال لوينو، ملي غيدوزو هما يصوبوا شي حاجة، أنت راه خصك دير خلية التتبع وتشوف شنو كيخدموا، واش كاين شي حد في هاد الزمان هذا وفي حي ولاد ميمون والغيس والتراب ولا إله إلا الله محمد رسول الله. شوفوا مزيان عافاكم، وهذه راه بغيت نوصلها، ما فيهاش تصفيات حسابات ديال الانتخابات وقرب الانتخابات. اكيد كنشوفوا الوجوه اللي راها مرشحه، وجوه اللي كاينه تما في البلديه، الوجوه اللي عمرت البلديه لعقود من الزمان، اكيد بانه عندكم اتصالات مع جمعيه اللي هي جمعيه استرزاقيه، وهذا الحي بالضبط لا يخلو من هذه الجمعيات. راه كارثه وعيب وعار انه زنقه في حي ولاد ميمون اللي كتدي للشارع الرئيسي ديال ازغنغان الناظور، راه فضيحه هذه. وقلت لكم انه هذا الشارع هو السبيل الوحيد للناس اللي كيعيشوا في ولاد ميمون باش يجيو المركز الصحي براقه، وحي ولاد ميمون براقه من اكبر الاحياء اللي كاينه في مدينه الناظور. ها الناظور شنو فيه؟ ومن بغا تعذر مبقا نسي، ولكن يوم ستمازيخت تعاود انا عارض ستمازيخت نش فيديوهات كثير، لانه وتصفيق بالحسابات ولكن يجن وقيدي الصفوره يجن، واكيد بانه كنغذي الزمان الانتخابات كوري الجن يعزو انه ذي المعصوره نص سنغ بانه ذي المجلس الجماعه نغل الوجوه يخصنا ضع الشحن نهارا الاغلبيه نسنقين ذي المجلس، وذي قابو انه تسياغش كقاش كذي المجلس ويستناين ديني معارضة كذلك، لكن تفاجأ بأنه ما ندق خوش قوى فيمغ غزاف الله يرحم لكم الوالدين. إذا وغيك الدورة وغيك منايا ذي الحي ولاد ميمون نهرم السيور الحي بوي زرزان نغاد السيور الحي براقة أخندوق يبو عجاجن يتجوى ذي سنورة ذي جنحاج صفار راح
بلا ما تستورخ الحي مسيفن، الحي إيهار كاشن، الحي ولاد الحسن، الفضيح مانايا الفضيح مانايا ديجن الكارثة تم قران تصوات تاس ثاني تا ديجن الزنق تسيوض غاوم تيد وذيني الزناقين نغني للأسف ذي روس تنتندينت كذلك يعني ذي عنت حبذا الله يرحم لكم الوالدين أتقم يجن لجنة أتقم يجن خاليا الأشغال ذي الجديد يعني ماتيري وديري وخا سنينين الشين يعني عادي أتقمي خداما أذعذرن مانايا هذا هو نسبيتا مانايا هو نسبيتا وانيتا ذي الكارثة باش هذوم تشنقا هو نسبيتا وسبيتار قي خدمة الطاس خزاتك كيدي صورة غنية عن كل تعليق وتجي من غسي ورغنش وتجي من غهاردغ وللأسف الشديد ذاني تا الجمعية موستر زيقا ذا مجموعة من الكراكيز نغل الوجوه جا موستر زيقا تجار الانتخابات حد ويسيور خير حق الناس حد ويسيور خير خف الناس خزاتي الكارثة زافير كاريثا قرخون شو تما غبو غاد نسيو ضمار راني غاد نسيو مار في براثين قا حشومة وعيب وعار خوم حشومة وعيب وعار ها قوم تتبرت ذوى ذوار ذوى ذا المركز الصحي السلام عليكم ورحمة الله